السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين الزوينين والزوينات؟ نتوما لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال ديالكم؟ بخير. راني وحداني، البنيه مشات. الراحه. والقطه ديالي ها هو وينها؟ بوردي، هذا هو القطه ديالي، هذا لقيته في الزنقه، مهرسه لها الرجل ومهرسه لها الفم ديالها، وديته وداويته. راه عندها 6 سنين، لا راه عندها، لان زاد قبل البنت راه قريبه تقفل 7 سنين، في سبتمبر غادي تقفل 7 سنين بنتي، هو راه عندها شي 8 سنين. اليوم كنت غادي نقول لكم شحال من وحده، وقالت لك شحال من وحده، قالت لك ابراهيم خاصك تكلمنا على حبوب العرعار. هاي حبوب ندير هكا باش ما تطيحش، الحبوب ديال العرعار هو راه داير بحال الزيتون، يعني الفواكه ديال العرعار. خلينا من العرعار، هذه الحبوب ديالها، يعني الفواكه باش تفهموا، راه فيها منافع كثيره وانتم سامحين فيها. راه من صغرنا كانوا يصيفطونا نجيبوها، بصح حنا المدينه القريه اللي كنا فيها ما فيهاش العرعار. شتو هذا هو الحبوب ديالها، داير بحال الزيتون، هذاك الزيتون الرقيق. هذه راه فيها فوائد كثيره، مطحونه ولا مغليه كما بغيتو ديروا لها، ولكن غادي نقول لكم المسائل اللي كتنفع لها. فيها منافع كثيره وانتم سامحين فيها، حتى للبشرة وحتى الناس اللي باردين، لا المرأة ولا الراجل، كتقوي برودة. هي نوريها لكم باش تعقلوا عليها، هذا هو حبوب العرعار، راني بلاتي نصورها ونخلي لكم في كيسميتها. هي فيها منافع كثيرة، هي صالحة للكبد، راني كلشي كاتبه، هي صالحة للكبد. الكبد كي غادي نديروا لها خاصنا نطحنوها ونخلطوها مع العسل، يعني الا شريتي 5 دراهم ولا عينك ميزانك، العسل ما يكون فايت خالط، تخلطيها تاكلي في الصباح وفي الليل جوج ديال الاوقات، او ديريها مغليه، تهزي معلقه صغيره وتغليها في الماء. ومن الاحسن الكبد والمفاصل والروماتيزم، من الاحسن تكون مطحونه كما يديروا لها الباكستانيين، وهنا اسبانيول، هنا اسبانيول كيديروها، كيطحنوها وكيخلطوها مع العسل. اللي ما تقدرش العسل ولا تشربها مع الحليب. راني شي مره كنسى صحاب السكر، سمحوا لي، الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات، بلا شي مره كنسى شي حوايج صحاب السكر الله يشافيهم، تخلطوها تقدروا تعوضوها بالماء او لا بالحليب، سمحوا لي ديما كنساك، ولكن ما عمرني نساك، ولكن اليوم هذه الوصفه راه صالحه لكم مزيان صحاب السكر، مزيان ديروها مغليه او تطحنوها تخلطوها مع الحليب او لا الماء عادي. هنايا صالحه للكبد، التهاب المفاصل تبغي تطحنها او لا تغليوها، الكبد 100%، تخفيف الام الروماتيزم اللي عندهم ساكن ديما شاده الروماتيزم، خشونه الركبه اللي عندها خشونه في الركبه، الام فقرات الظهر والرقبه، يعني اللي يكون وجعها ديما الظهر ديالها والرقبه ديالها، قرحه المعده اللي كاين ديما عندها المعده كتوجعها وعندها الحريق، طرد الغازات من البطن، يحارب انتفاخ البطن اللي عندها ديما الكرش ديالها منتفخ، اما تطحنيه او تشربيه مغلي، مغلي ديما معلقه صغيره. بصح انتفاخه البطن كي كيديروا له هنايا انتفاخه البطن وقرحه المعده كيشدوه وكيطحنوه ويزيدوا عليه شويه ديال اوراق العرعار، اوراق العرعار تزيدي عليه غير شويه، تهزي غير بالصبع ديالك العبار غير بالصبع وتطحنيه وتخلطيه دقه بطله، كيديروها حتى هنايا اسبانيول. التهاب المسالك البوليه حاشاكم، وحريق البول، يعني كنديروه مغلي، اللي عندها ديما مسكينه ولا راجل ولا امراه عنده حريق، ولا الدراري ديالنا حريق في البول حاشاكم، او المسالك البوليه. يقلل من السلوليت في بشرة النساء، يحارب السرطان والأورام. أصحاب السرطان كي يديروا له غادي تشدوه وتطحنوه وتزيدوا عليه معلقة صغيرة ديال الشيح دقة بطلة، هذه بالنسبة أصحاب السرطان، أصحاب السرطان يزيدوا عليه الشيح معلقة صغيرة، لأن الشيح مر، زيدوا عليه معلقة صغيرة تطحنوه 5 دراهم ولا 6 دراهم، وتجيبوا شويه شيح وتطحنوه،
معاه وتخلطه، لان الشيء حمر بزاف وهو تنكن كينفع في السرطان بزاف. وهو كيطهر الفم والاسنان ويقتل البكتيريات الضاره. نديروه مغلي، يعني نديروه مغلي كنغليوه ونشلو حاجك بفمنا، ويكون عندنا داك النزيف، ويكون عندنا النزيف ديال حاجك والدم يسيل، وديما ديك اللي تاو كسميته غادي طيبوه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وتشلو به الفم ديالكم، او تطحنوه وتخلطوا معاه شويه نتاع السنين، البوماده ديال السنين تخلطوه وديروه بحال معجون ويبقى ديما عندكم، وديروه غير باليد ديالكم. اللي تكون عنده اللثه وعنده النزيف ما يخدمش بالشتاء، لان الشتاء تزيدك. من الاحسن تطحنه حبوب العرعر، تطحنوها وتخلطوا معها واحد شويه ديال البوماده، معلقه كبيره ومعلقه هذه، وتخلطوا وتخليوه معجون، وكل ما يكمل لكم تبقاو تزيدوا، لان حتى انا كنديرها. يقتل الديدان والطفيليات في الامعاء، يعني الديدان من يكون عندنا الديدان كيقتله، كيعطيه دقه بطله مغلي ولا مطحون. هنايا خاصنا نديروه مطحون في زياده الشعور النفسيه، خاصنا نطحنه ونخلطه مع العسل او الحليب. اللي ما عنده السكر الله يشافيهم يخلطه مع الحليب ولا الماء. يهدئ القلق والاعصاب والتوتر ويحسن من النوم. مقوي للرجال، الرجال واش يديروا له اللي ما كيجيبش راسو في النعاس والو مع المراه ديالو؟ كيشد هاد الحبوب ويشد حب الرشاد. اذا شرينا 5 دراهم حب الرشاد تكون عندنا 5 دراهم حبوب العرعر. هذا بنات اوروبا في غادي تلقاوه. اوف واحد فات من لهنا يجري سكايريه كلش. حبوب العرعر فين غادي تلقاوها؟ غادي تلقاوها في كورت انجليش، انا شريتها من الكورت انجليش، ما كاينش عند العرب ولكن شريتها من الكورت انجليش. هاي راه الكورت انجليش فيه بزاف ديال الاعشاب، خاصكم تفتشوا تم. بالنسبه الراجل والمراه اللي باردين، بروده الجنس تاني كاين، هي بروده الجنس للسيدات، تعرفوا واش كديروا له؟ كتطحنوه وتخلطوه مع حب الرشاد، دقه بطله لا المراه ولا الراجل، تخلطوه مع حب الرشاد. الا شرينا 5 دراهم ديال العرعار 5 دراهم ديال حب الرشاد، نطحنوه مره واحده ونخلطوه مع العسل، واللي ما ياكلش العسل يديره مع الحليب ولا الماء، دقه بطله للبروده لا الراجل ولا المراه. قال حبي رقصني على 1.5. يعالج البلغم والسعال، مضاد للبكتيريات، يعالج الجهاز الهضمي والشعب الهوائية الربوي والأملاح في الجسم، كيعالج الروماتيز في المفاصل والعضلات مغلي أو مطحون. بغيتو تغليوه أو لا مطحون 10 دقائق معلقة صغيرة وطحيوه. هنايا نشرب أوراق العرعار وحبوب العرعار، يساعد على انخفاض السكر في الدم. أصحاب السكر غادي تخلطوا الاوراق ديال العرعار وحبوب العرعار، الاوراق ديروها واحد شويه معلقه صغيره وكسميتها، كيساعد على انخفاض السكر في الدم، لان هذه راه مجربه، انا عطيتها لواحد القاوريه. مغلي يعالج الصدفيه الدهنيه في الراس والقشره، نغليوه مزيان ونكونوا فزك شعرنا شويه، يكون فازك شويه بس ساعدنا، لان لا درناه ناشف، الا درناه ناشف يشرب لنا بزاف المواد اللي رانا دايرينها. بالاول نفزقو فزقو الشعر ديالنا ونغليوه واحد المعلقه كبيره، نغليوه مزيان واحد 10 دقائق يبرد، ونبقاو خاصه كاع الجلد ديالنا يقيس، لان يحيد لكم القشره وديك الدهنيه اللي عندنا هنايا والصدفيه، كيعالج بزاف هو الصدفيه الدهنيه، ولكن خاصكم ديروا وتخليوه النهار كامل حتى تقرب الليل ولا عادوا تغسلوه وتعاودوا له وتعاود له، ماشي غير ديروا مره وتقولوا صافي ابراهيم القشره راه مشات ذوبي عليك ابراهيم، راه زين للقشره والصدفيه الدهنيه، راه مزيان ومجرب. انخفاض السكر في الدم رانا قلناها. الكحه الجافه، ديك الكحه الجافه
إما تطحنوه أو مغلي، مغلي معلقة صغيرة وتشرب في الصباح وفي الليل. قال لي شدوا كحة غير في الليل تاني، قال لي شدوا غير في الصباح، قال لي تشدوا واحد الكحة ناشفة، أنا كتشدني ديك الناشفة ولكن أنا كنشربو وكنديرو شي مرة مع العسل، إما تطحنوه أو ما ديروه مع العسل. عندنا شي مرة من يكون ديك اللتة والنزيف وكل شيء، راني عاودت ليها جوج مرات وكاريها حشاك وكاريها في الفم، نفيضوه 10 دقائق ولا نشلو به الفم أو نطحنوه ونديروه، نديروه مع البومادة ديال كسميتها ديال السنين أو نديروه مع العسل. تاني كي نديروه مع العسل لأن العسل زين للتة، العسل غير بوحدو راه زين، ولكن إلا طحنا العرعار وخلطناه مع العسل ودرنا الفم راه دقة بطل لا للنزيف ولا الرائحة كريهة. مغلي أو مسحوق حيت عندنا شي مرة كاين دريات ودراري كيقولك إبراهيم عندنا حساسية في الجلد، حساسية في الجلد ولا المسائل الحساسة بالنسبة للسيدات ولا الرجال ولا كل شيء، كيقولك عندنا الحساسية في الجلد، غادي نديروه إما مغلي أو مسحوق. مسحوق هي خاصنا نطحنوه ونديروه مع فازلين، نطحنوه ونديروه مع فازلين وندهنوه، راه دقة بطلة. صالح لاكزيما تاني كاين، لاكزيما تاني كاين تطحنوه وتخلطوه مع الفازلين. البشرة تاني كاين ديال الوجه والصدفية راه دقة بطلة. حبي هو هذا العرعار وراه فيه منافع كثيرة، بصح خاصك تطبقو، إما ديروه مغلي أو مطحون، بصح خاصك تسمعو الفيديو باش تستافدو منه، كان موت عليكو وبسلامة عليكو، وراه فيه منافع كثيرة، راه كيتباع في الكورت إنجليش، أنا ما لقيتهاش عند العرب وشريتها في الكورت إنجليش، أنا نضل نشمشم على الأعشاب إلا ما لقيتهاش عند العرب كنلقاها عند سبانيول، وكاين في بيعو المواد الطبيعية بحال بنات أوروبا راه كاين. مواد طبيعيه اللي خاليه من الكيميكا وكلش كتلقاو عنده تما النص ديال اللي عندنا في الجسم، وتلقاوه معلب. شوفوا غادي نوريكم، تلقاوه معلب، ها هو انا شريته من الكورتينغ، تلقاوه معلب ما فيه لا غبره لا حتى شي حاجه، لان اللي كيبيعوا عندنا حنايا الدول العربيه عامر بالغبره والرتايل، وفي حتى سم ديال الحنوشه، بصح هما فايت في الفابريكا ومغسول. ها راني شريته من الكورتينغ، كان موت عليكم وبسلام عليكم.